اليوم كنت أسمع لبعض الناس يقول، حتى بعض الناس اليوم في الدعاء يعني هو لا يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. تسمع أدعية ملحنة ومع التصوير اليوم مع هذه الأمور، ويكون الدعاء أحيانا حتى مع النغمات مع المؤثرات الصوتية. أين الدعاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه؟ يعني لابد أن يكون الدعاء على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أسباب إجابة الدعاء الافتقار إلى الله، التوحيد، الخروج من المظالم، يعني يكون على طهارة، يستقبل القبلة، يرفع يديه إلى السماء موقن بإجابة الدعاء، يعني يتحرى أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر مثلا، اليوم كان قبل المغرب مثلا. فالناس اليوم يعني يحتاج والله أعلم إلى توحيد، هذا المهم عندنا والله. ليس معنى هذا نحن يعني أفضل منهم، لا والله، الكل الآن لابد أن نراجع حسابات كما يقال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا كما جمعنا الآن بكم، أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة.